إنه بعد منتصف الليل من يوم السبت في شارع السلام المتفرع من ميدان الرماية بالهرم على فيلا راقية من طابقين. هطلت الأمطار بكثافة فتحولت حديقة الفيلا إلى بحيرة فائرة. غلبت على غرفة النوم بالطابق الأول ظلمة لم يبددها سوى ضوء صادر من كشاف للطوارئ. افترشت الأرضية جثث أربع، الأولى لرجل التف حول عنقه حزام جلدي سميك، والثانية لرجل تحطم رأسه بضربات قوية من جسم حاد وثقيل، والثالثة لرجل تلقى طعنات نافذة بالعنق والصدر. الجثة الرابعة للمدعو صبح نعمان وكنيته أشموط. ولأن الخير درجات بعضها فوق بعض والشر دركات بعضها دون بعض، تبوأ هذا الرجل من الدنيا دركا هو الأحط دون منازع. جلس قرب الفراش برأس منكسة ساكنة وقد تلقى وحده 20 طعنة مزقت صدره وبقرت بطنه. الفراش كان منقوعا بالدم، عليه رقدت شابة جامعة لصفات الحسن، بشرتها ناعمة بيضاء يبرق بهاؤها على الرغم من صقيع الموت. انتهت حياتها 9 طعنات اخترقت القلب والرئتين والكبد، فأحدثت نزيفا داخليا مميتا.